أبونا أبرام رفض أن يختار. وعدت أكرر أفكر بينه بنفسه ليه أبونا أبرام رفض يختار. قلت بس للرب قال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. يعني بيقول له الأرض اللي أنت تروح أنا هوريها لك مش أنت تختارها. فقال له لا اختار أنت. تلاقي بعد ما اختار على طول الرب ظهر لإبرام وقال له انظر إلى طيور السماء، انظر إلى معرفش إيه، انظر إلى نسلك يكون هكذا تمتد شرقا وغربا. يعني اوعى يصعب عليك ان لوط اختار اجمل حته، ده انا هديك الاعظم منها بكتير. المهم لوط اختار، وبعد ما اختار راح سدوم. طيب كان لان بيحكموا المنظور والمحسوس، فكر بناته هيصلوا فين؟ صلى قبل ما يختار ولا صلى قبل ما يختار ولا اختار فقط على المحسوس والمنظور؟ راح حصلت الخناقه الكبيره، اتخذ اسير، جه أبونا أبرام خلصوا. راح بعد ما خلصوا رجع تاني سدوم. الكتاب يقول عن سدوم بطرس الرسول كان يعذب نفسه البارة يوما فيوما بالأفعال الأثيمة. بالنظر بالسمع. يعني قعدت تتخيل قاعد يضرب كف على كف، الشر زاد، سدوم خراب، طب يا عم قاعد فيها ليه؟ قاعد فيها ليه؟ وبعدين نقرأ تكوين 19. في تكوين 18 ظهروا ثلاثة لأبونا إبراهيم، واضح إن هم الرب ومعاه ملكين. وبعدين أبونا أبرام استضافهم، وبعدين الملكين اتحركوا ناحية سدوم، وفضل أبونا أبرام بيتشفع أمام الله ويتشفع من أجل سدوم. ما سمعناش أبدا إن لوط تشفع لسدوم، خرجوه بالعافية من سدوم.